تعمل موانئ على أكثر من 160 مشروع لتحقيق هذه المستهدفات، من أهمها طبعا الوصول إلى طاقة استيعابية لأكثر من 40 مليون حاوية بحلول 2030، وأيضا زيادة الحصة السوقية للمسافنة لأكثر من 45% إقليميا، ونسبة إشغال الموانئ لأكثر من 70%. فالحمد لله مستهدفات كبيرة، فلازم الآن التمكين في التحول الرقمي وتبني الموانئ الذكية. ومن أهم يعني ما يمكن هذه الموانئ الذكية هو وجود الجيل الخامس في الموانئ، ونحن نكون إن شاء الله الموانئ السعودية من الموانئ السباقة في تطبيق الجيل الخامس في الموانئ السعودية. طبعا ما يبادر للأذهان أنه ما هي الموانئ الذكية؟ طبعا الموانئ الذكية هي عبارة عن أتمتة الأعمال التشغيلية في الموانئ، منها الرافعات الساحلية. طبعا الآن الرافعات الساحلية تعمل بشكل يدوي، فبأتمتتها إن شاء الله سوف تزيد الإنتاجية هذه الرافعات من 30 متوسط 30 حركة في الساعة أو 30 حاوية في الساعة إلى أكثر من 38 حركة في الساعة إن شاء الله بوجود هذه الأتمتة إن شاء الله. وأيضا إيجاد وجذب وظائف إلى المواطنين والمواطنات، لأن هذه طبعا ستكون في غرف تحكم داخلية في بيئة مناسبة إن شاء الله لجذب بناتنا وأبنائنا إن شاء الله لملء هذه الوظائف بحول الله تعالى. سؤال فيما يتعلق بالكثيرين ربما يتساءلون عن مدى عودة يعني النشاط للموانئ عن سابق فترة كورونا، يعني إلى أين وصلنا في هذه الفترة مقارنة بما قبل؟ نعم الحمد لله، بالعكس الحركة في الموانئ يعني نعم تأثرت من ناحية عدم اتزان الإمدادات في العالم، لكن الحمد لله في الموانئ السعودية لم تتأثر بشكل كبير، بل كان لها تأثير إيجابي. في عام 2021 كانت نامت نسبة المسافنة في الموانئ السعودية لأكثر من 35%، وأخذت حصة سوقية إقليمية أكثر في 2021، وأيضا تم الإعلان على مناطق لوجستية عالمية في الموانئ السعودية. هذا دليل على جذب الموانئ السعودية للاستثمار الأجنبي والاستثمارات القطاع الخاص. ونسبة أيضا زيادة ربط الشركات الملاحية زاد إلى 70 نقطة، وهذا طبعا كان أسرع نموا في إقليمنا في الشرق الأوسط.